عودي معكم مشاهدينا الى مدينه كمين شمعون الرياضيه، عودي الى الشوط الثاني من مباراه النجم وضيفه التضامن صور. الشوط الثاني اللي انطلق من ثواني قليله، النتيجه 1-1. اذا لكل اللي بلشوا يتابعونا اللحظات عبر شاشه الام تي في، التحيه متجدده. كان النجم افتتح التسجيل من ركله جزاء لفايز شمسين، وعدين ملحم كان عم يعادل النتيجه لتضامن سوريا اللي هو عم يهاجم حاليا ودائما كبير موسى، وعدين ملحم خلف الخطوره. النجم اكيد تعلم من درس الشوط الاول، التفكير بالهجوم فقط، ما بينفع ترك المساحات من قبل الظهيرين، ايضا ممكن يكون مضر، مثل حاله هدف التعادل اللي شفناه لعدنان ملحم. قدر يستغل خروج علي حمام من مركزه، المواكبه الدفاعيه الضعيفه كانت حاضره بهاللقطه، وقدر عدنان ملحم اذا يسجل هدف التعادل ليعيد المباراه الى النقطه الصفر. النجم مطالب من دون شك بالشوط الثاني برده فعل سريعه بمحاوله لا يتقدم من جديد مع فايز شمسين. فايز بيحاول يمر على الجهه اليمنى، نشيط جدا عم يكون على الجهه فايز بمواجهه لاعبين من التضامن، عم يفتش عن الكره العرضيه، بيعود للخلف لعند ادريسن يانغ، لمسه جميله، تبادل جميل للكرات، وايضا الكره العرضيه اجمل، لكن بين يدي هذه مرتضى عم بتكون مباشره الكره. مصطفى نور الدين شفناه عم يمنع على الشاشه النجمي، والاعتماد على الكرات الطويله، ودائما البحث عن الهجوم من الجهه اليمنى عبر فايز شمسين مصدر الخطوره. فايز بيراوغ، بيلعب على الكره العرضيه، لكن ما في اي متابعه على الكره، ايضا ما في اي مواكبه من الجهه اليسرى. يعني ايضا امر لحظي بالشوط الاول، اللاعبين الثلاثه بخط الوسط عند النجم عم يكتفوا بمهماتهم الدفاعيه، عم بحكي عن حيدر خريس، مراد الهدلي، وادريسان يانغ. المواكبه الهجوميه الزياده العدديه الكثافه على خط 18 وامتدادا الى داخل منطقه الجزاء هي المطلوبه بغياب نادر مطر اليوم عن خط الوسط. الامور عم تكون مغايره على الصعيد الهجوم، وقت يلي كبير موسى عم يرتكب خطا هون واضح. الخطا الواضح كان من كبير موسى بهالاحتكاك. كبير موسى 49 مباراه بدوري الفا بين شباب الساحل العهد والنجمة، سجل خلالهم 25 هدف. وأيضا بدي أذكر المباراة طبعا يلي خاضها مع التضامن صور، بتشملها الإحصائية ببداية انطلاق الموسم الجديد، مع أيضا إدريسن يانغ فرصة للتسديد، لكن تسديدته عالية لإدريسن يانغ. لاحظوا الأمر والنقطة يلي كنت عم بتحدث عنها، إدريسا بلش يقرب أكثر من خط 18، بلش يكون أقرب إلى منطقة الجزاء. لاعب الوسط السنغالي ميزان خط الوسط، خليني نسميه عند فريق النجمة. ركلة مرمى عند التضامن صور، مرتاح من دون شك التضامن للنتيجة، وراضي محمد زهير في يقول عن أداء فريقه بالشوط الأول. مباراة خارج أرضه، مباراة أمام فريق صعب، أمام فريق من فرق المقدمة، فريق مرشح للمنافسة على اللقب، وقدر التضامن يكون متعادل معه بالوقت يلي المحاولة الهجومية، وهالمرة التمريرة باتجاه لإيساكا. إيساكا عم يقاتل على الكرة، وفي خطأ هون، هذه سلامة كان قريب الحالة، احتسب خطأ على أبودو إيساكا المهاجم الغاني. لعادة مرة جديدة هون صراعه مع كوفي إيبوا، والخطأ يلي كان عم يرتكبه على مصطفى نور الدين. أداء جيد مصطفى نور الدين، ركلة حرة إذا للتضامن صور. بذكر انه لقاء الاهلي علي لا يزال متقدم على طرابلس 2-0 بطرابلس. بكره رح يكون معكم بنقل مباشر من صيدا الساعة 4، ديربي برج البراجنة بين البرج وشباب البرج، من المباريات المنتظرة هالموسم واكيد بهالمرحلة، مباراة عنوان إلى جانب مباراة الأنصار وشباب الساحل يلي رح نتابعها الأحد أيضا مباشرة عبر الام تي في من طرابلس. أنصار اختار طرابلس أرض لإله بظل ابتعاد ملعب بيروت البلدي مجددا عن استضافة المباريات، مع كرة على الجهة اليمنى فايز شمسي بيلعب الكرة العرضية جميلة، لكن هذه مرتضى بالكرات العرضية عم يكون توقيته مناسب. هذه مرتضى مرة جديدة خروج والتقاط للكرة، هذه مرتضى يعني كان بفترة من الفترات حكي خلال سوء الانتقالات الصيفية انه هذه مرتضى ممكن ينتقل إلى النجمة، تحديدا بعد إصابة علي السبع يلي عم يتماثل لشفاء حارس مرمى النجمة، وعاد والنجمة وجدد التعاقد مع باس حسن، جدد عقد نادر مطر وادريسان يانغ وقاسم الزين وخليل بدر، وكان عنده سلسلة من التعاقدات فريق النجمة لتعزيز صفوفه، بنتحدث عنها اكيد وقت لاحق من المباراة مع مراد، هو يلي عم يستلم بوسط الملعب تحديدا مراد. كرة على الجهة اليسرى،
باتجاه دموش حادي مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. هيدا إبراهيم فنج رئيس اللجنة الفنية وعضو اللجنة الإدارية لنادي النجمة، وتوارث طبعا حب النجمة من الأب محمد فنج رئيس نادي النجمة السابق إلى إبراهيم، وأكيد نجله يلي موجود معه اليوم لمتابعة هالمباراة مثل ما شفنا باللقطة الأخيرة. النجمة أيضا بالهجوم مع حيدر خريس، حيدر بحافظ على كرته، ما في أي خطأ على حيدر خريس. التدخلات والاحتكاكات والمواجهات الثنائية عم تزداد على أرض الملعب، وهون تدخل إدريسان يانغ رمي التماس الإعادة مرة جديدة. رح نشوف فارس إذا كان في خطأ ونصلع حيدر خريس، لكن الأكيد أنه مصطفى نور الدين عم يحط كل شيء عنده على أرض الملعب بهاللقاء. يعني هون الحكم كان عنده رأي مغير يمكن لرأي، خطأ واضح كان لصالح فريق النجمة. هادي سليمي شاف انه ما في خطأ والأمور رح تتابع. كرة حاليا مع فريق النجمة، يعني مبلش الشوط الثاني أفضل من فريق التضامن صور، بس من دون خطورة على مرمى هادي مرتضى. يعني معظم الكرات عم بتكون بين إيدين هادي، والاعتماد كمان مرة على في الشمسين على الجهة اليمنى. كرة حاليا بتنقطع من عدنان منحل يلي بيتقدم عدنان، بده يلعب الكرة أمامية عدنان، ما رح تقطع لأنه علي السعدي كان موجود بالمكان المناسب. علي السعدي يلي بيقطع الكرة بالوقت المناسب ليلعبها لإيساكا، إيساكا بيتقدم والكرة بعيدة بعيدة بعيدة. علي علاء الدين مازال على مقاعد الاحتياط، عم بيجري عملية التحمية. كرة حاليا مع فريق التضامن السور، التضامن السور يلي بده يجرب يمرق الوقت ويعتمد اكثر واكثر على الهجمات المرتده، مثل ما اجى الهدف الاول لفريق التضامن. يعني فريق النجمه اذا بدنا نعتبر مباراه ونص لهلا بعد ما سجل اي هدف من كره ملعوبه، الهدفين اجوا من كرات ثابته من ركلات جزاء مع الانصار ومع التضامن السور. علي حميم بيلعب الكرة لعند علي السعدي، علي السعدي يلي رح يلعب الكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء لوين؟ لخارج الملعب، كتير بعيدة الكرة. هون المنصة الرئيسية لملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت، وعم نشوف الحضور النجماوي الكثيف يلي موجود بالمنصة، ورئيس النادي أسعد السقال يلي بيتقدم الحضور الرسمي النجماوي بهالمباراة. كرة مع فريق النجمة، هجمة مرتدة نجموية، في تسلل الحكم سامر بدر بيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل على فريق النجمة. الهجمة كانت خطرة كتير لو تكملت والتسلل ما كان موجود. 53 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة تعادل الإيجابي بين الفريقين. الفنان ناصر فقيه كمان عم يتابع المباراة من المنصة الرئيسية. جمهور النجمة اللي عم بيشجع وعم بحمس فريقه سعيا للهدف الثاني. كمان تحية كبيرة لجمهور التضامن يلي اجى من صور لمتابعة فريقه. كرة حاليا مع كبيرو موسى، ما زالت الكرة النجموية محددة لكبيرو. كبيرو 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 بيلعب الكرة على مشارف حدود منطقة الجزاء. بلال حاجو بيلعب الكرة على الجهة اليسرى لعند عبد الباسط محمد، خطر كثير هاللاعب عبد الباسط وقت يقدر يسدد. تنقطع الكرة وبتروح بهالوقت مع فريق التضامن. رمي التماس هادي سليمي بحوار مع اللاعبين، مراد الهذي ما عم نشوفه بالشوط الثاني بعد مرور 9 دقائق. مراد ما كثير عم بيكون الاعتماد عليه، الاعتماد عم بيكون اكثر واكثر على الجهه اليمنى والكرات الطويله الساقطه عند فايز شمسين. لاحظوا كيف فريق التضامن عم بياخذ كل وقته لينفذ اي كره. هيدا الوقت يلي عم بيقطعه، هيدا وقت عم بيربحه، هيدا وقت عم بيخلي اللعبه اكثر واكثر طوء من ناحية فريق النجمة. النجمة بيكون بفورة بهالطريقة بتهديله فورته للفريق المنافس. محمد زهير والتعليمات يلي عم يعطيها للاعبين، دايما بدك تضل مع اللاعب، بدك تضل توجه اللاعب، بدك تضل
صوتك طالع بالملعب لانه انت برا بتشوف المباراه غير. كره حاليا مع عبد الله عيش، عبد الله عيش بمرر بمنتصف ملعب. والتمريرات دائما لعند فايز الشمسين، الكرات طويله لعند فايز الشمسين، بلش يقريها اكثر واكثر فريق التضامن سور. كبيره 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 بيتقدم بيلعب كره خطره كثير معقوله. نشوف الهدف الثاني لفريق التضامن سور. عدنان ملحم ما قدر يسيطر عليها. عدنان ملحم بيرجع الكره لبلال حاجو يلي بيسدد بلال كره من دون اي خطوره. كاد عدنان ملحم لو استفاد من الكره كاد عدنان ملحم انه يترجم هالشيء يمكن لفرصه حقيقيه لفريق التضامن سور. خطأ لصالح فريق النجمة علي حميم بعد الخطأ يلي كان من عبد الباسط محمد بالإعادة. كبيره لعب كرة على المسطرة رائعة جدا. هون الكنترول الخاطئ يلي كان من عدنان ملحم، هالشي سمح لعبد الله عيش انه يرجع يرتد ويسكر المنطقة. فرصة نجموية مع إيساكا. إيساكا بعد ما شفناه أبدا بهالمباراة عم بيسدد على مرمى التضامن سور. إيساكا 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 بيرجع الكرة خلفية ما زالت نجموية بهالوقت. حيدر خريص، حيدر حيدر بغير اتجاه الكرة لعند عبد الله عيش. وادموش هادي ادمو 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 كمان مراقب، ممنوع ممنوع يتحركوا، لازم تغير الكرة. وادمو بيسدد الكرة من دون خطورة لأنه كل لعبة فريق التضامن. شوفوا اللون الأحمر، هيدا اللون الطاغي، هيدا اللون يلي معبى المكان. فرصة نجموية معقولة كثير. شو هدف تقدم لفريق النجمة. الله شو حلوة. الله 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 مدافع التضامن سور يلي عم بيبعد الكرة باللحظات الأخيرة وعم بيحرم فريق النجمة من هدف التقدم. لعبت بطريقة حلوة كثير. ايدي لف فايز الشمسين، فايز الشمسين بيبعد هالكرة. وقاسم عطية انت رائع، انت استاذ بهالكره. قاسم يلي بيبعدها قبل ما إيساكا يسدد الكره داخل الشباك. وفرصه خطيره كثير 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 لفريق النجمه. ايدي قريها لعبها للكره في الشمسين مررها. ودفاع التضامن سور كان موجود بالمكان المناسب لابعاد الكره وتشتيت الكره من بلال حاجو. والضغط النجموي شربل واضح لا غبار عليه. سيطرة نجموية مع دفاع عم بيكون من فريق التضامن سور. بالوقت يلي عظيمة بلش يحضر تبديلاته. عم شوف علي الحاج عم يتحضر للدخول إلى أرض الملعب. بالوقت يلي مراد الهدلي بيلعب هالكرة على العرضية بتوقع خروج إدموش حادي. بمجرد ما شفت علي الحاج موجود على خط الملعب عم يستعد للدخول. إدمو يلي هو عم يلعب الكرة لحيدر خلاص على الجهة اليسرى من جديد. فايز الشمسين هو يلي بيلعب الأوفر والكرة العرضية الرأسية خطيرة جدا خطيرة جدا. إيساكا في حال بقي بهالمكان وفي حال بقي الإصرار عند المهاجم الغاني رح نشوفه عم يسجل أول أهدافه بدوري ألفا. التبديل أصبح جاهز. علي الحاج عم يستعد للدخول. خلونا نشوف اللوحة الإلكترونية ونعرف إذا مزبوط إدموش حادي هو يلي رح يخرج. بالفعل إدموش حادي هو يلي رح يخرج وعلي الحاج هو يلي رح يدخل ليكون موجود كجناح أيسر. إذا بعد مرور 59 دقيقة إدموش حادي الرقم 10 خارج أرض الملعب وعلي الحاج هو عم يدخل. تبديل أول للنجمة، تبديل هجومي. الأمر الواضح إنه عظيمة بده المباراة، بده النقاط ثلاثة. الشوط الثاني ببداية واعدة جدا من الناحية النجموية، لكن تألق دفاع التضامن سور، تألق قاسم عطية اللي كنا عم نشوفه على أرض الملعب هو يلي عم يعمل فارق من جديد. ما معقول هالكرة العرضية شو حلوة كانت من فايز شمسين تماما على رأسه لإيساكا على المسطرة. فايز شمسين شوفوا كيف فتح اجره يلعب الكرة العرضية قوسية ما قدر إيساكا يتحكم فيها بالشكل المناسب. طبعا مضايقة كانت موجودة من كوف إيبوا. اللاعب رح يستأنف بعد وقوف قاسم عطية مجددا على قدمي. وركلة مرمى عند هادي مرتضى. صراع مستمر بوسط الملعب. في حال قدر التضامن سور يخطف تعادل
من هالمباراة رح تكون نقطة بمثابة الفوز برأيي، وطعم الفوز رح يكون هالتعادل. عم يلعب خارج أرضه، عم يخرج كم من خسارة أمام فريق عائد أو وافد إلى الدرجة الأولى هو شباب البرج، وعم يلعب أمام فريق جاهز للمنافسة على البطولة. كرة من عبدالله عيش إلى خارج أرض الملعب بعد ما ضغط عليه أسعد سبليني، لاعب يلي بيحمل للمفارقة اسم أمين سر نادي النجمة. الوقت يلي المباراة بطرابلس عم تنتهي بأول ثلاث نقاط للإخاء الأهلي عليه الموسم. الإخاء عم يفوز بنتيجة 2-0، هدفي كريم درويش وأحمد حجاز هنو عملوا الفرق بين الفريقين. بالوقت يلي الكرة حاليا بوسط الملعب منقولة من جديد، نفس المحاولات النجموية بنسخة كربونية، دائما التركيز على الجهة اليمنى عند فايز شمسين. بلش يقراها محمد زير، بلش مصطفى نور الدين يكون أقرب إلى شمسين مع دريسان يانغ، والصراع المستمر مع عبد الباسط محمد بخط الوسط. كرة للنجمة، فايز علي حمام عم يسقط، ما في أي خطأ، في خطأ، في خطأ عم يقول هادي سلامة. صافرة هادي سلامة كانت أسرع من الاعتراضات هالمرة. قدام بالحموية اللي كان عم يرتكب الخطأ على علي حمام. من جديد إدريسا، عبد الله عيش على الجهة اليسرى، النجم عم يكون خطير بالكرات العرضية. عبد الله عيش بينتظر إنه يلعب وحدة منهم، بفضل مرة لعلي الحاج. علي الحاج محاصر بين أربع لاعبين، لكن عم يمر علي الحاج بهالمكان وبهالمساحة الضيقة، والكرة إلى الكورنر. بيقدر بمهاراته الفردية بعنصر المفاجأة يلي عنده إياه يقدر يمر علي الحاج داخل منطقة الجزاء، ليش لا؟ يقدر يسجل أيضا. عم يترك الكورنر مثل العادة لفايز شمسين، وعم يتولى تنفيذ الكرات الثابتة ان كان كورنر، ان كان ركلات حرة، وان كان ايضا ركلات جزاء. بالوقت يلي الكرة العرضية ملعوبة من علي الحاج الى داخل منطقة كاظم عطية، هو السد العالي يلي عم يدافع اليوم عن سفير الجنوب. بالوقت يلي سفير الهجوم عم بيكون عدنان ملحم، هالمرة الكرة بتتجه لعند بلال حاج، وبلال بلال 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 عم يتقدم امامه كبيرو موسى. لمين رح يمرر بلال حاج؟ بالفعل بمرر لكبيرو، باللمسة الوحدة كبيرو بعيدة للخلف. بطئت هجمة التضامن سور، بطئت هجمة التضامن سور، لكن كبيرو مرة جديدة على الجهة اليمنى. وين المواكبة؟ ما في أي لاعب داخل منطقة الجزاء، عم يفتش على المساندة كبيرو، بيضطر يرجع للخلف. كبيرو موسى، تضامن بيحاولوا ياخذوا نفس مع بلال حاجو، بيلعب الكرة أمامية بعيدة عن عدنان ملحم. هالكرة مباشرة عند علي حمام، بشكل كبير عم يعملوا أيضا علي حمام على الجهة اليمنى بهالشوط الثاني. مراد الهدلي، كرة لعند علي حمام. دقيقة 63 تماما، التعادل هو سيد الموقف، التعادل هو يلي فارض النتيجة على هالمباراة. مع علي الحاج من جديد بمواجهة حسين الحيدلي. علي 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 شو ممكن يعمل بهالكرة؟ علي الحاج بين لاعبين بيحافظ على كرته. علي الحاج مش لوقت طويل عم يسقط علي الحاج، ما في أي خطأ. ممكن روح رياضية، حسين الحيدلي عم يحط الكرة خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة رح تشوفوا اللي صار. أسعد سبليني وحسين بحيدلي هن اللي كانوا عم يدافعوا على علي الحاج. عم يتوقف اللعب أكثر من مرة مع انطلاق الشوط الثاني. كرة من جديد بعيدة بكرة رياضية النجمة إلى التضامن سور. يعني بظل هالأداء فارس من الصعب توقع هوية الفائز بالمباراة، ولو إنه النجمة منظم أكثر على الصعيد الهجومي وعم يقدروا لاعبين يلاقوا بعضهم بشكل أفضل من دون شك. يعني التعليمات واضحة من ناحية فريق التضامن سور، التركيز أكثر وأكثر على الدفاع والوقت يمرق والعودة بنقطة، وإذا من هجمة مرتدة قدر فريق التضامن ياخذ ثلاث نقاط ليش لا؟ هيدا حقه، وهيدي الأمور يلي موجودة. فرصة مع علي حمام، علي حمام على الجهة اليمنى بيلعبها لفايز شمسين، فايز شمسين بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها دفاع فريق التضامن سور، الخطر موجود. حيدر خريس، حيدر خريس بيلعب كرة أمامية، في تسلل، الحكم بيقول في تسلل مع اعتراض كبير من جمهور النجمة يلي موجود على جهة الكرة، عم بيعترضوا وبقولوا انه الكرة ما فيها تسلل. يا ريت فينا نرجع نشوفها كمان مرة.
لحظة انطلاق الكرة لنشوف إذا الأمور كانت واضحة من ناحية التسلل أو لا. مع تبديل عم بيتحضر هون لحظة انطلاق الكرة، التسلل واضح على فريق النجمي، والتبديل بهالوقت مع خروج أسعد سبليني ودخول زاهر السماحي. زاهر لاعب فلسطيني عم بيدخل لأرض الملعب، زاهر بدلا من أسعد سبليني. هذا أول تبديل لفريق تضامن سور بهالمباراة، دفع دم جديد روح جديدة لأرض الملعب لإنعاش خط الوسط وإنعاش الفريق. دريسان يونغ لفايز شمسين، فايز بمرر لمراد، مراد منه لفايز مع ضغط كبير عم بيكون على مصطفى نور الدين، والكرة ما زالت نجموية حلوة كتير، فنيات عالية 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 من مراد اللاعب التونسي. قوم يا مراد، مش لصالحك ابدا تكون على ارض الملعب والوقت تضيعه. التمريرة لمين؟ مش لحدا ابدا، كبير كبير موسى. كرة لخارج الملعب، رامي تميس، رامي تميس نجموية بهالوقت مع عاصم الزين يلي عم يتقدم. عاصم كرة من فريق النجمي على الجهة اليسرى، عبد الله عيش معه، علي الحاج معه، إيساكا بفضل يمرر لعلي الحاج بس كرة ما رح توصل. حيدي موجود، حيدي مباراة كبيرة، انتقل سريعة لعدنان ملحم صاحب هدف التعادل، صاحب الهدف يلي هز شباك فريق النجمي بالشوط الأول. علي حميم لفايز شمسين، أكثر اللاعبين حركة عم بيكون فايز بفريق النجمة من بداية المباراة. فايز شمسين بمرر لإدريسا، إدريسا إدريسا بمنتصف ملعب، الضغط من لاعبي فريق التضامن والتكتل الدفاعي عم بيخلي لاعبي فريق النجمة يكونوا بمشكلة بالتمرير. كرة لداخل منطقة الجزاء، إساكا هيدي الكرة ما بتتسدد. يمكن يكون علي علاء الدين هو الحل عند محمد عبد العظيم، علي علاء الدين يلي عم يدخل لأرض الملعب بدلا من إيساكا. إيساكا كنت بعدني عم أقول ما سدد ولا كرة خلال المباراة، الكرات يلي كان عم سددها كانت بعيدة كتير، ما شكلت خطورة أبدا على مرمى هادي مرتضى. وعلي علاء الدين عم ينزل صاحب التسع أهداف الموسم الماضي وهداف فريق النجمة بدوري ألفا لكرة قدم. هل رح يكون الحل؟ هل رح يكون مفتاح الفرج بالنسبة لجمهور النجم الكبير يلي عم يتابع كان بالملعب أو عبر شاشة الام تي في؟ كرة مع عبد الله عيش، بتقدم عبد الله عيش بده يمرر على الجهة اليسرى، هيدا الشيء اللي بصير لعلي الحاج، علي الحاج، علي الحاج، علي الحاج بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بسهولة تامة، كوفي بيبعدها تنزل عند قاسم زين، قاسم كمان مرة. هيدا اللي عم نقوله، الصعوبة عم بتخلي فريق النجمة يعتمد على الكرات العالية، الكرات الساقطة داخل منطقة الجزاء. من الصعب جدا انه تقدر توصل لمنطقة جزاء فريق التضامن من خلال التمريرات الأرضية مع هالتكتل الكبير للاعبين. ما زالت الكرة مع فريق النجمة، يعني الأكثر استحواذ بالشوط الثاني، السيطرة الواضحة نجموية والدفاع لفريق التضامن سور. الوقت عم بمر بسرعة على لاعبي فريق النجمة، مع كرة هون عم بيخسر علي الحاج، الحكم ما صوفر، يعني بدك تلعب على الكرة. تبديل تاني عم بيتحضر بصفوف فريق التضامن سور مع حسين بيطار، فرصة لفريق التضامن عم جربوا يسددوا من خارج منطقة الجزاء. شوفوا بلال حاجو منين سدد، هيدي كرة سددها بلال بعيد كتير، والتبديل رح يتم عدنان ملحم خارج أرض الملعب. عدنان ملحم خارج أرض الملعب، حسين بيطار بدلا منه. حسين بيطار انتظار انه التبديل يتم، وعدنان ملحم يلي عم يستعد ليترك أرض الملعب. هادي سلامة عم يطلب من عدنان ملحم انه يعجل شوي، هو ظاهر وإلا بيقدر الحكم يعطي انذارات لمين ما بده، للي موجودين على مقاعد احتياط، يلي موجودين وين ما كان بيقدر الحكم. ما في لزوم ابدا عدنان لهالسنة سنتين يلي رح يضيعوا لانه يمكن تحمل بطاقة اذا الحكم بده. فاذا مع التبديل
لهلا شربيل ما تغير شيء بالنسبة للشوط الثاني، الضغط النجماوي مستمر بس من دون نتيجة. وأقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة، الوقت عم يداهم النجمي اللي من جديد عم يحاول يهاجم على الجهة اليمنى مع علي حمام. علي بحاول يحصل على الكرة، بالفعل بيحصل عليها لكن عم تخرج من علي حمام إلى ركلة مرمى على وقع اعتراضات النجماويين على الكرة الأخيرة. بالإعادة بتشوفوا مرة جديدة مصطفى نور الدين، ممكن في مطالبة بخطأ لمصلحة علي حمام. الكرة خرجت من علي حمام. أكبر انتصار للنجمي على تضامن صور كان بمناسبتين بنتيجة 5-1، أول بإياب موسم 2005-2006 محمد غدار، موسى حجاج، علي نصر الدين سجل مرتين، وعباس عطوي مقابل هدف لعلي بيطار. وأيضا بذهاب موسم 2009-2010 فاز النجمي بنفس النتيجة. ماكيتي ديوب كان له هاتريك، المهاجم السنغالي اللي ما ممكن ننساه بالملاعب اللبنانية. عباس عطوي أيضا سجل بالمباراة، وبلال نجارين مقابل هدف من بينالتي لنجم التضامن ومنتخب لبنان السابق فيصل عنتر. تاريخ بين النجمي وبين التضامن الصور، وطبعا انتصاراته 25 مقابل 4 زائم، التفوق اكبر للفريق البيروتي يلي عنده حاليا ركله حره. مع علي السعدي بحرك الكره سريعا لمراد لذلي، بترجع لعند علي السعدي باللمسه وحده، عم يحاولوا يسرعوا ايقاع اللعب النجمويين مع كره للامام مع علي الحاج، بيلعب الكره العرضيه مباشره الى خارج ارض الملعب. علي الحاج وتبادل المركز مع فايز شمسين يلي اصبح موجود على الجهه اليسرى. 1-1 مثل ما عم نتابع امامنا على الشاشه. المرحلة التالية من دوري ألفا، ودائما مباشرة وحصريا عبر شاشة الام تي في. كرة ملعوبة باتجاه كبير وموسى، شوف حسين بيطار إذا رح يقدر يعمل الإضافة الهجومية بعد خروج عدنان بلحمة. حسين بيطار اللي تعودنا بالموسم الماضي شوفه بمركز أساسي على طرف الملعب مع تضامن صور، موجود اليوم على مقعد البدلاء. مقعد البدلاء يلي مثل ما ذكرت يعني بضم أسماء جديدة بالنسبة لنا مثل عباس شرقاوي، حسن شرقاوي، أحمد القزويني، وحمزة صفي الدين. التضامن يلي كان تعاقد مع لاعبه السابق علي بيطار القادم من زامبيا، ومع قزويني ومع حمزة صفي الدين ومع عبد الباسط محمد وعدنان ملحم، ما كان عنده عدد كبير من التعاقدات. وأيضا كان جدد لكوفي بوا. كرة مع النجم دائما، كنترول من علي الحاج على الجهة اليمنى. علي شو ممكن يعمل بهالكرة بين لاعبين؟ علي الحاج عم ينجح انه يمر، ممتاز علي الحاج بهالكرة عرضية، هذه مرتضى كان على مسارة وعم ترتد من هذه مرتضى والى خارج ارض الملعب سريعا. دفاع تضامن الصور كان عم يشتت، النجم عم يضغط اكثر واكثر بحثا عن هدف التقدم من جديد. ممتاز جدا علي الحاج بمواجهة مصطفى نور الدين بالكرة الاخيرة. والتبديل النجماوي الثالث عم يتحضر للدخول. نجم النجم السابق خالد تكجي راح يسجل عودته الى فريقه الام، الى فريقه السابق بعد لحظات. ايضا حل على طرف الملعب بالنسبه لعظيمه من دون شك بمهاراته باختراقاته بتبريراته. خالد تكجي قادر يقدم الاضافه الهجوميه، هذا الامر يلي بيشوفه ايضا عظيمه بالوقت يلي علي الحاج بالوان تو مع علي حمام. الكرة إلى خارج أرض الملعب دائما، رمي التماس لمصلحة النجمة مقطوعة. تضامن الصور عم يكثف أعداده بالحالة الدفاعية أكثر وأكثر. كرة مقطوعة مرة جديدة، المرة لمصلحة تضامن الصور وخالد تكجي بالرقم 11، أحد اللاعبين المحببين عند النجمويين بعد ما ترك النجم لعب مع الأنصار ومن ثم مع الإخاء الأهلي علي، وعودة إلى الجذور، عودة إلى الفريق اللي انطلق منه بعالم كرة القدم. أي فريق النجمي؟ إدريسان يانغ كرة بعيدة عنه هالمرة،
موسى كبيرو عم يقاتل على كل كره، عم يعود للخلف لاستلام بعض الكرات، معزول موسى كبيرو. يعني مهاجم مثل موسى كبيرو بده بلاي ميكر، بده بلاي ميكر بظهره. يقدر يوصلوا اكثر الى المرمى. والتبديل حيدر خريس مكان خالد تكجي، او خالد تكجي مكان حيدر خريس. رح نشوف خالد وين رح يكون متمركز، هل رح يكون خلف المهاجمين او رح يكون على طرف الملعب. كرة لعند علي الحاج، ممكن يكون في تبادل المراكز بينه وبين علي الحاج بالوقت اللي خالد تكجي داخل منطقة جزاء بعيدة عنه الكرة مرة جديدة. ركلة المرمى عند هادي مرتضى. يعني فارس النجمي استنفذ تبديلات وتضامن صور بعد عنده تبديل واحد، فقال محمد زهير بلش يفكر بالتعادل وممكن يشرك لاعب عنده دور دفاعي ويحافظ على نتيجة مثل موسى زيات مثلا لاعب الوسط المدافع، او راح يكون عنده الجرأة يهاجم النجمة ويحاول يخطف الفوز. هيدا السؤال اكيد المطروح بالوقت المتبقي من هالمباراة. يعني بعد في حوالي 13 دقيقة من الوقت الأصلي لنهاية المباراة، النجمة عم بحط كل تقله بالهجوم. النجمة بده 3 نقاط، ما بده نقطة أبدا، بده يكمل بصدارة الدوري مؤقتا بانتظار المباريات المتبقية من الجولة الثانية. العهد يلي عم يرتاح بأول وثاني مرحلة، وكل تمنيتنا بالتوفيق لفريق العهد بمواجهة الجزيرة الأردني نهار الثلاثة بمباراة الإياب لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على أمل الانتصار يكون لبناني. وفي ركلة ركنية علي الحاج عم يحصل على ركلة ركنية، كورنر بهالوقت لفريق النجمة بالإعادة. عم نشوف هون التدخل صحيح كان، والركلة الركنية لفريق النجمة عم يتركها بهالوقت علي الحاج لياخذ مكان لإله. فايز شمسين على التنفيذ من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى دايما فايز شمسين التنفيذ، والكرة داخل منطقة الجزاء وكرة رأسية ومحاولة كانت نجموية، مطالبة كان بركلة جزاء بنالتي. هادي سلامي بيقول ما في شيء ابدا، بتروح الكرة لكورنر جديد، ضغط النجماوي عم بيزيد عم بيرتفع اكثر واكثر مع التشجيع مع الحماس النجماوي يلي عم بيكون بالاعادة. بنرجع بنشوف الكورنر وما في شيء ابدا، يعني الايد واضحة ثابتة على الاخر، منا محركة ابدا. ركلة ركنية نجماوية مع خالد تكجي يلي بيلعب الكورنر، وكرة رأسية من علي علاء الدين لخارج الملعب. فريق التضامن عم يتطلع، محمد زهير على الوقت عم بعد الثانية، وكل ثانية عم تمرق لينهي المباراة بهالنتيجة الإيجابية مع تبديل أخير. موسى زيات عم بيتحضر ليدخل لأرض الملعب مع كرات جديدة عم بتكون هالموسم بدوري ألفا لكرة القدم. كوفي بواب يبعد الكرة، دفاع التضامن لهلا بالشوط الثاني 10-10، بالرغم من كل المحاولات النجموية عم بيقدر يقوم بواجبه مع تسديد بعيد كيف ما كان من كبيرو موسى. كبيرو موسى اللي سدد الكرة، والتبديل يلي رح يتم، بلال حاجو خارج أرض الملعب. بلال حاجو خارج أرض الملعب، عبد الباسط اللي كان عم بيسدد الكرة البعيدة. وبلال حاجو قدم مباراة كبيرة، 79 دقيقة لابن الأربعين سنة لكابتن فريق التضامن سور. تحية فعلا كبيرة لهاللاعب يلي بيلعب من قلب قلبه وبيعطي كل شيء في عنده لفريقه، وبعمر الأربعين سنة مازال موجود بالملاعب. 11 دقيقة لنهاية المباراة بوقت الأصلي، النجمة بالهجوم، دفاع عم بيكون من ناحية فريق التضامن، المهم يقطعوا الكرة التضامن وينطلقوا بالهجمة المرتدة. هالمرة كبيرو، كبيرو ما رح يقدر يسيطر على الكرة أبدا. يعني مع خروج عدنان ملحم الأمور واضحة، التضامن بده يشدد أكثر وأكثر من الدفاع من وسطه يحمي منطقته. كرة حاليا مع علي حميم، علي حميم
بيتعرض للخطأ، خطأ واضح لصالح فريق النجمي، الحكم عطى الخطأ. علي حميم بيقوم بسرعة بيلعب الكرة لمراد، مراد الهذلي اللاعب التونسي لعلي الحاج، بترجع لمراد. لازم يغيروا جهة فريق النجمي، ما لازم الكرة تضل بهالطريقة. هذا اللي عم بيقوله علي الحاج، بيتقدم بمرر لقاسم الزين، قاسم الزين بيلعب الكرة لعند علي الحاج اللي تعرض لخطأ واضح وركلة حرة نجموية. علي الحاج على أرض الملعب، الخطأ واضح كان لصالح علي الحاج، ركلة حرة من مكان بعيد، من مسافة بعيدة للتسديد. أكيد فريق النجمي رح يلعب الكرة، رح يمرر الكرة. في الشمسين، خالد تكجي، عبد الله عيش على الكرة، ثلاثة تون بالنهاية في واحد منهم رح ينفذ الكرة، أفضل واحد تاني ياخد مكان فاضي بانتظار الفرج. إذا إجا النجماوي من مين؟ هيدا السؤال. وإلا الأمور رح تبقى على حالة، إلا إذا التضامن كان عنده شيء يقوله بهالمباراة. كرة حاليا تتنفس داخل منطقة الجزاء ورأسية لخارج الملعب، ركلة ركنية نجماوية. كل لاعبي فريق التضامن سور بالدفاع، ما في ولا لاعب، ولا لاعب متقدم. 11 لاعب موجودين بمنطقة الجزاء بما فيهم حارس المرمى هادي مرتضى، وعشر لاعبين كبير ارتد للخلف. التعليمات واضحة، حمول المنطقة، ممنوع النجم يسجل. ركلة ركنية بتتنفس وكرة رأسية بيبعدها كمان هادي مرتضى. علي علاء الدين كرة رأسية وبأطراف أصابعه عم بيبعدها هادي مرتضى لخارج ملعب. ركلة ركنية جديدة، الضغط عم بيزيد، الشوب عم بيكتر أكثر وأكثر على لاعبين فريقين. كرة بتتنفس داخل منطقة الجزاء، خطرة كتير كتير الكرة الرأسية، بعيدة بعيدة من قاسم الزين، والكرة رح تمر بخير. والأمور عم تركض ركض، الوقت عم بيركض شربيل من ناحية فريق النجمة أكثر، والنتيجة ما تغيرت. المحاولات النجموية لهلا بالشوط الثاني ما عم تنجح، والنجم عم يحاول يقول كلمته الأخيرة من الكرات الثابتة بأكثر من مرة من الكورنر تحديدا، لكن لحد الوقت ما قدر يهز الشباك من كرة ملعوبة بدوري ألفا. هدفي النجمة من 2 بينالتي، الدقيقة 83 متبقي 7 دقائق فقط لها المباراة. علي الحاج على الجهة اليمنى بيقدر يسيطر على هالكرة، علي بيسيطر على كرته بيلعبها ايضا للامام، خالد تكجي كان عم يطلبها منه، خالد 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 بحاول يمر بطريقه جميله جدا، لكن ايضا المره الدفاع كان واعي وصاحي تماما على الكره. قاسم الزين يلعب الكره للامام، مقطوعه من جديد. إدريسة من المرات القليلة اللي بيخسر فيها الكرة بهالمكان. كابيرو موسى، كابيرو بمواجهة علي السعدي بيروح يتفوق بالمواجهة، كابيرو بيرجع للخلف تحت الضغط بيحطها عند البيطار. كابيرو موسى، المدربين إذا استنفذوا تبديلاتهم، الكلمة الأخيرة لواحد من هاللاعبين الموجودين على أرض الملعب حاليا بالوقت اللي في محاولات للتضامن سور لاختراق منطقة النجمة عبر زاهر سماحي. 18 سنة فقط لهاللاعب، من اللاعبين يلي بيتمتعوا بمهارات فردية. اللاعب الفلسطيني دائما نحكي عنه انه لاعب رح يكون له شأن مع فريق تضامن سور. اليوم عم يسجل مشاركته بمواجهة النجمة، هو يلي كان عم يرتكب الخطأ الأخير على علي حمام. إدريسان يانغ، الكرة لعند فايز، في يقول عن فايز شمسين أفضل لاعبين نجمة بمباراة اليوم بتحركه، بتمريراته، بكراته العرضية وأيضا بخطورته. علي حمام، علي الحاج مرة جديدة ملتزم على الجهة اليمنى، الجهة اليمنى الثقيلة عم بزيد لأن خالد تكجي عليها. علي حمام، علي الحاج وخالد تكجي ثلاثتهم على الجهة بالوقت اللي في تسديدة بعيدة، لكن أيضا بعيدة عن منطقة الجزاء. قاسم الزين هو يلي سدد.
علي حمام يقطع الكرة من فوق كبير وموسى مجددا إلى خارج أرض الملعب أوت لفريق النجمة. عظيمة بحالة ترقب، يا ريت فينا نشوف عظيمة كيف عم يتابع الدقائق المتبقية من المباراة. على خط الملعب تماما، طبعا الخط المسموح فيه له، ما عم يهدى عظيمة. ركلة حرة اذا للنجمة مراد، بتركها لفايز شمسين مثل العادة، حركها سريعا فايز لمراد، مراد عم يتقدم بيلعب الكرة عند علي حمام، علي حمام منه لعند علي الحاج، الكرة العرضية مطلوبة بسرعة، علي الحاج بخلي الكرة معه بيعكسها بقدمه اليسرى، العرضية مقطوعة بالرأس، كل الكرات العرضية عم تنتهي بالرأسيات تأثرية، ومجددا قاسم الزين بجرب حظه بالإضافة الهجومية لكن تسديده فوق مرمي لهادي مرتضى. النجمة أفضل طبعا، هون الاحتكاك بين مراد نزلي وموسى زياد، استعجل مراد بده ينفذ الكرة بشكل سريع. هادي مرتضى والمشهد يلي شفناه مرات كثيرة بمباراة اليوم، ركلة المرمى، هيدا الأمر بيعني إنه النجم جرب كثير، حاول يسدد كثير، ما في أي تسلل على الانطلاقة السورية مع البيطار، بيلعب الكرة لعند مين؟ باتجاهه لعبد الباسط، لكن عم تنقطع من الدفاع النجماوي، فرصة للنجمة ليروح بالمرتدة. مراد بده يكون أسرع، مراد لازم بده يكون أسرع النجمة بالارتداد، لأنه عم يجعل التضامصور ياخذ مركزه أو يتمركز لاعبينه بالشكل الصحيح وبالشكل السريع ويعملوا الارتداد الدفاعي بدورهم. شوفوا كل لاعبي التضامن صور بملعبهم عم يدافعوا، الامر الواضح التضامن بده نقطه، بده يخرج بنقطه من هاللقاء، فراح يسقط النجم بفخ التعادل. كره على الجهه اليسرى، فايز شمسين، مفروض لاعب يزيد تحديدا عبد الله عيش، خالد تكجي، خالد يخسر الكره لكن عم يحافظ على الاستحواذ للنجم من خلال الفاول يلي حصل عليه فريقه. خالد سريعا بحرك الكره مع مراد، تروح لعند فايز مره جديده على الكره الاماميه، وهون سوء تفاهم كان كبير بين هادي مرتضى واحد مدافعينه مصطفى نور الدين على الارجح. يعني بصراحه باللون الكحلي اختار يطبع ارقامه تضامن صور، ومن المكان اللي نحن موجودين فيه مستحيل تشوف ارقام اللعيبه، لون غامق كثير على القميص، يعني بالكاد حتى على الشاشه بشوف لون رقم اللاعبين. مصطفى نور الدين بالفعل، يعني تقدر تميز اللاعبين احيانا من احذيتهم ولون حذائه لمصطفى نور الدين، قادر يميزه كان باللقطه الاخيره بعد اصطدامه مع هادي مرتضى. الى سلامات لحارس مرمى المنتخب الاولمبي. هذا حسين بيطار امامنا على الشاشه، شقيق حارس العهد السابق، حارس العهد والمبرة سابقا حسن بيطار. دقيقة واحدة فقط متبقية على نهاية اللقاء، النجم بوضع حرج لسبب بسيط، هو انه عم يلعب على ارضه وبينتظر طبعا كان نتيجة إيجابية، صحيح التعادل إيجابي 1-1 لكن النجمة من دون شك ما كان عم يبحث عن تعادل بهالمباراة، بعكس التضامن صور بصراحة، نقطة ثمينة راح يعود فيها إلى مدينة صور الجنوبية. أكيد المرحلة الثالثة النجم ما راح يلعب لانه راح يكون منشغل بمباراته مع الترجي التونسي بالبطوله العربيه. بالوقت يلي تضامن الصور راح يحل ضيف على شباب الساحل مع الكره العرضيه خطيره ممكن تكون والى خارج ارض الملعب. الدقيقه 90 فارس وجميل رمضان عم يتقدم ليرفع الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي راح يكون 6 دقائق، وقت كافي لواحد من الفريقين يهز الشباك يحسم الامور ويخرج بالنقاط 3. يعني 6 بديلات واصابات وتوقيف، هيدا الوقت يلي شافه الحكم هادي سلامي للفريقين، 6 دقائق قدام فريق النجمه قدام فريق التضامن صور لانهاء المباراه. هل رح تتغير النتيجه؟ هل رح تبقى على حالها؟ جمهور النجمه عم بيطالب
اللاعبين بعطاء كل شيء في عندهم، يحطوا كل قوتهم بهالوقت المتبقي 6 دقائق كافيين. كرة حاليا مع فريق النجمة على الجهة اليسرى، جرب هون علي الحج انه يلعبها ما راح ينجح، رمي التماس بتروح لعند عبد الله عايش، عبد الله عايش كمان على الجهة اليسرى عم يجربوا ياخذوا المباراة على عاتقهم، وكرة بيلعبها عبد الله عايش بتنقطع سريعة بتنتهي لفريق التضامن سور يلي عم بجرب يضيع وقت فريق التضامن سور، وهذه سلامة يلي منه راضي ابدا عن هالامور، هذه سلامة يلي عم بيطلع وعم بيقول انه معقول يكون في اضاعة وقت. القرار عند حكم المباراة وقد ايه بده يزيد الوقت. عبد الله عايش هون عم نشوف الكرة مع حسين محيدلي، حسين محيدلي الواضح انه عم يجرب يضيع وقت حسين ليجرب يهدئ ايقاع ووتيرة المباراة، يعني هون واضحة الامور بيقدر دغري يكون اللاعب خارج ارض الملعب، خارج ارض الملعب. سلامات لحسين على امل انه الاصابة ما تكون ابدا قوية، تكون اصابة خفيفة. تبديلات ما في بقى من ناحية فريق التضامن سور، وحسين لازم يتم اخراجه لخارج الملعب ويتلقى العلاج اللازم. معقول كتير تكون الركبة اصطدمت بلاعب فريق النجمة. الوقت حاليا المباراة متوقفة والحكم رح يزيد الوقت يلي تم ايقاف المباراة، منه مضطر ابدا للست دقايق. هون الحكم هادي سلامة عم بيطلب من الصليب الاحمر الدخول ونقل حسين محيدلي لخارج ارض الملعب. جمهور النجمة عم بيصوفر، جمهور النجمة منه راضي، جمهور النجمة بيعتبر انه هيدا اضاعة للوقت. هذا جمهور النجمة يلي موجود بمباراة اليوم على ملعب مدينة كمية شمعون الرياضية ببيروت، جمهور النجمة يلي كان بيمني النفس انه يظهر من هالمباراة بثلاث نقاط غاليين، ما يضيع نقطتين ابدا مع فريق التضامن. وتشجيع النجمة الوقت هون يلي توقفت المباراة فينا نقول حوالي دقيقتين رح يزيدن بنهاية الست دقائق. هادي سلامة هيدا الواضح، هون الاحتكاك اللي صار مع عبد الله عيش والاصطدام يلي صار. سلامات لحسين فريقه يلي عم تابع المباراة بعشر لاعبين. تشتيت الكرة مطلوب بهالوقت، كبيره بياخد الكرة، كبيره بياخد الكرة، مجهود فردي بيتقدم، عبد الباسط معه بفضل هو ياخد الامور على عتقه، بيسدد بيسدد بيسدد، كرة عالية كرة بعيدة، كان فيك ترجع على صور بطل. الاحتفالات كانت راح تبلش من اول بوابة الجنوب من صيدا لو سجلت هيدا الهدف بمرمى فريق النجمة يا كبيرو. المباراة والهجم المرتد الخطرة كتير، محيدلي إصابته موجودة لأنه ما عم بيدخل بعد على أرض الملعب، وبيعرف فريقه عم بيلعب بعشر لاعبين، ما عم بيتعمد الإصابة أبدا. مطالبة بركلة جزاء بنالتي، هادي سلامة بقول قوم، ما في شيء ما في شيء أبدا. مطالبة من جمهور النجمة ببنالتي على علي علاء الدين، الحكم بقول ما في شيء. الضغط نجماوي، الضغط نجماوي مكمل مكمل مع فايز الشمسين يلي بيحصل على ركلة ركنية. فايز الشمسين هون علي علاء الدين، والمطالبة كان بركلة جزاء، ركلة ركنية بهالوقت مع فايز الشمسين يلي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، جول جول، الصخرة الصخرة الصخرة، عم بيسجل عم بيسجل هدف الفوز، عم بيسجل هدف التقدم. شو عملت يا قاسم الزين يلي عجز عنه هجوم فريق النجمة، الدفاع عم يتكفل بهالشيء. قاسم الزين من كرة راسية بعيدة، هادي مرتدى ما قدر يعمل شيء أبداً،
هون المجانين عم بيشنوا أكثر وأكثر على المدرجات مع هدف التقدم النجماوي. قاسم الزين بطل المباراة، قاسم الزين يلي قدر يسجل هدف التقدم بالوقت القاتل، بالوقت الحاسم، بالوقت يلي ما بيمزح ابدا. ركله ركنيه، ما حدا كان واقف على القائم، ما حدا قدر يهدي قاسم الزين، ما حدا قدر يوقف قاسم الزين. والنجمه عم يضرب والتضامن صور عم بيتابع يا شربل بعشر لاعبين مع خروج حيدلي يلي هلا عم يستعد يرجع يدخل. التضامن فريق كبير بس النجمه قدر يضرب. يعني فارس قاسم كان حاسب بالكره الاخيره، ومثل ما قلت اكثر من مره انه من الركنيات النجم عم يجرب يقول كلمته الاخيره بهالمباراه، وفعلا اكد كلام النجم بكرته لقاسم الزين يلي سجل بطريقه رائعه، ومباراه لنسيان لكوفي ايبوا يلي هو فشل بالتغطيه على قاسم الزين، مش مركزه لكوفي ايبوا. الحسابات الفنيه كانت خاطئه بشكل كبير اليوم من التضامن الصور بوضع كوفي ايبوا بمركز قلب الدفاع، هو يلي ما كان عم يغطي على قاسم الزين بالشكل الصحيح. بالوقت يلي النجم فرصه اضافه هدف ثالث مع الكره الملعوبه من عبد الله عيش، مقطوعه من موسى زيات، النجم عم يضغط بده هدف ثالث لكن التسديده الى خارج ارض الملعب. الاكيد انه التسديده هي الاخيره بالمباراه لانه الوقت المحتسب بدل الضائع انتهى. التراس النجم فعلا بحاله جنون بالوقت الحالي. الاحتفالات النجمويه بالمدينه الرياضيه وقاسم الزين بالكره الراسيه، هز المدرجات النجمويه مع علي الدين. الكره طلعت خالد تكجي، خالد 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 خالد، مين عم يتابع كره خالد؟ مين عم يتابع كرة خالد؟ ما حدا موجود لمتابعة الكرة. انهز التضامن الصور بشكل كتير كبير، بدون شك صدمة كبيرة للتضامن الصور. صمد التضامن الصور 96 دقيقة تماما قبل ما قاسم يسجل زين الأهداف بكرته الرأسية ويعطي الفوز للنجموية. 6 نقاط كاملة للنجمة، فوز مستحق بصراحة لأنه النجمة كان الطرف الأفضل باللقاء، ولو أنه أكيد بيحتاج لوقت أكثر ليكون الفريق المنتظر بالنسبة لجمهوره الكبير يلي بينتظر منه دائما أكثر. كرة ملعوبة للأمام باتجاهه لكبيرو موسى، كان عنده فرصة ذهبية لحسم الأمور لكن كبيرو سدد بعيدا من المرمى قبل ما قاسم يظهر على مسرح الأحداث ويتنصب نفسه نجم وبطل لهالمباراة الحلوة كتير بشوطها الثاني، مع كرة طبعا على الجهة اليمنى. التضامن الصور بالمحاولات الأخيرة مع البيطار بيلعب الكرة العرضية، علي السعد عم يقطعها برأسية، رمية تماس للتضامن، دقيقتين إضافيتين على الوقت المحتسب بدل عن ضائع. الأمور انتهت عمليا بانتظار صافرة هادي سلامة النهائية. كرة مقطوعة هون من دفاع التضامن، وصافره هادي سلامه عم تعلن عن نهايه المباراه بفوز من رحم المعاناه للنجمه، لكن فوز اكثر من مهم، فوز ثمين، فوز ايضا فيه يقول عنه مستحق استنادا الى الاداء النجماوي بالشوط الثاني من اللقاء. 2-1 التضامن الصور، فعلا انتصار مهم للنجمه بعد مباراه صعبه جدا، انتصار معنوي ايضا قبل لقائه مع الترجي التونسي. بدي اتمنى من كل قلبي التوفيق للنجمي يلي كان تعادل مع الترجي هون على ملعب المدينه، ليش لا يعود ببطاقه التاهل الى البطوله العربيه. ايضا كل التوفيق الى العهد يلي راح يواجه الجزيره الاسبوع المقبل هون ببيروت بنهائي غرب اسيا لكاس الاتحاد الاسيوي. البنالتي لفايز شمسين بالشوط الاول كانت عم تعطي هدف التقدم للنجم بهالمباراه، 1-0 اذا النجم، لكن الرد بنفس الشوط كان عبر عدنان ملحم بعد سوء التغطيه النجمويه، تقدم سدد بقدمه اليسرى وسجل الى يساره لعباس حسن. 1-1 كان عم ينتهي الشوط الاول المتكافئ الى حد ما. الشوط الثاني كانت الامور مختلفه لانه النجم ضغط بشكل كبير، رمى كل تقله الهجومي على مرمى التضامن الصور، ومن خلال سلسله كرات ثابته، من خلال سلسله ركنيات كان عم ينجح انه يسجل الهدف الثاني، الهدف ينقذ النجمويين من السقوط بفخ التعادل بعد الكره الراسيه لقاسم الزين. مشاهدينا لهون بينتهي بثنا من مدينة كمال شمعون الرياضية، وبينتهي نقلنا المباشر للمباراة الجميلة. بكرة الموعد بيتجدد بدور برج البراجنة بين البرج وشباب البرج، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.